يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أنا مقيم في الرياض وأريد أن أعمل عمرة في هذا الشهر، ونيتي أن أحج في السنة في هذه السنة، فهل أكون متمتعا بحيث إنني سأعمل العمرة ثم أرجع إلى الرياض ثم بعد ذلك أعود إلى مكة؟ نعم، الصحيح والراجح أنك متمتع، لأنك لا ينقطع التمتع إلا لو سافرت إلى بلدك. إذا سافر إلى بلده بين الحج والعمرة انقطع التمتع، أما إذا سافر إلى غير بلده التمتع باقي. نعم.